رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. رحابك شع بالأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء. تعالي يا أخية في رحابي لنصعد صوب علياء السماء. لنصعد صوب علياء السماء. رحاب الطور والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يدخل البعض سن المراهقة ويخرج منها دون مشاكل تذكر، بينما البعض الآخر تكون مراهقته مليئة بالمشاكل له ولأهله، وتطرأ على حياته الكثير من التغيرات غير المحمودة، فقد يجد نفسه رافضا لكل شيء، رافعا لراية التمرد في وجه الجميع، غير قادر على تقبل بيئته ومتطلباتها، وتمر عليه المراهقة وهو في مشاكل وخلافات لا تنتهي. وقد يجد الأهل صعوبة في مواكبة ابنهم بعد دخوله هذه المرحلة العمرية، متسائلين عن سبب هذه التغيرات وعاجزين عن خلق نقطة تواصل معه. فعن المراهقة المتمردة وسبل التعامل معها نتحدث في حلقة اليوم حول هذا الموضوع إن شاء الله مع ضيفة البرنامج المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة هلا سمير. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة. كل عام طيب. كل عام أنت بخير والجمهور الكريم إن شاء الله كل عام بالنصر والتمكين للأمة يا رب. دكتورة، موضوعنا اليوم حنتحدث عن شخصية المراهق المتمرد وكيف نتعامل معها، وهل هي تتصلح أو ما تتصلحش. بداية حتى نصنف هذا المراهق، هل هو شخصية متمردة أم لا، نحب نتعرف عليه سمات الشخصية المراهق المتمرد. طيب خلينا نتفق على بعض الاتفاقات بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نتفق بعض الاتفاقات احنا كنا قلناها قبل كده برضو في حلقاتنا. ان كلمة مراهقة ديت ده مصطلح غربي وليس مصطلح، يعني مصطلح غربي وارد علينا، وتم تصنيف مرحلة المراهقة وامراض المراهقة وان دي مرحلة صعبة وتعامل معاها. تقام دراسة على مرضى سن 11 سنة لحد سن 18 او 21 في مصحة نفسية، يعني الكتب اتألفت والمسمى جه على المجموعة دي. احنا كمسلمين عندناش، بالعكس احنا عندنا المرحلة دي هي من اكتر المراحل اللي بتطلع رجال وبتطلع شباب وبتطلع قدوات وابطال. وعندنا وقلنا اسماء كتيرة جدا، اسامة بن كل الاسماء، عبد الله بن زبير بن العوام، كل دول كانوا في مرحلة فتيان كلهم. ومن اول الفتى يعني من 7 سنين وعندك 8 سنين وتسع سنين، وكان عندنا سيدنا علي يقوم بهذه المهمة. يعني احنا دكتورة نستعمل في المصطلح هذا من باب عمت به البلوى، من باب الاعتراف والإقرار. ولكن تم التعارف ما بين التربويين او الاخصائيين النفسيين او الاخصائيين الاجتماعيين ان دي مرحلة المراهقة اللي احنا بنتم التعامل معها. فانا وضحنا المره اللي فاتت يعني ايه مراهقه وانواعها والكلام ده، منها المراهقه المتمرده سواء للولد او البنت. يعني ايه؟ يعني هو رافض تماما يا اخته منى، رافض تماما سماع الكلام، رافض تماما انه يسمع حتى راي مخالف لرايه. عنده نوع من انواع الغضب والعصبيه في طريقه الحوار، ما عندوش طريقه حوار، فاقد للغه الحوار. عنده نوع من انواع لما تعرفي اقول لك سمته كمان، ما عندوش نقول مثلا نوع بيسموه التعاطف القلبي او الحسي مع حالات الإزاء اللي بيأذيها او اي حالة إزاء موجودة. دايما لأ، هي العنوان الاساسي، دايما يختار حاجة عشان يعارض فيها الابوين، مش بس سلطة الابوين، سلطة المدرسة، اي سلطة، هو اي سلطة بيرفضها تمام. انا كنت قلت جملة الحلقة اللي فاتت، وجملة صراحة يعني انتوا تبروزوها بالذهب. ليه؟ لان هي مفتاح وحل لانواع المراهقة اللي هنشرحها بعد كده، سواء الانسحابية او العدوانية او المتمردة او الغضوبة. يعني خلينا نقول ان الجملة دي، ان اخلق للمراهق ولابنك ولبنتك في مرحلة المراهقة قضية يتبنوها. وقلنا ان علشان انا اعالج مرحله مراهقه متمرده او مراهق متمرد، هو متمرد يعني ايه؟ يعني عندي خط كده، النهارده هنشرح لكم حاجات جميله جدا. انا عندي خط فاصل ما بين اهو، ما بين حاجتين، ما بين العناد وما بين التمرد. العناد دي حاجه طبيعيه، اما يبقى عندي طفل دي من خصائص المرحله، ودي
ايه المفروض الاب والام يفهموا اتعامل معاه ازاي، ايه الحاجات المفروض اعرفها. اعرف اول حاجه خصائص المرحله، ما تجيش انت ما انتش عارف يعني ايه مرحله مراهقه ويعني ايه خصائص احتياجات المراهق في الفتره دي، وتقول انا عندي ابن متمرد وانا عندي ابن كذا. انت اصلا مش فاهم مش معنى ان هو بيقول لا يبقى كده متمرد، لا ده التمرد تعدى كلمه لا. التمرد بقى فيه نوع من انواع الايذاء النفسي وايذاء للاخرين، وبيستلزه ما عندوش نوع من التعاطف اصلا مع موضوع الايذاء ده، رافض اي حتى لو عقله اقتنع بهذا الامر كده. فالعصبيه العناد ذات نفسه ممكن احنا ناخده كحافز لما يتبنى فكره. عشان كده ارجع تاني اقول الجمله اللي تتحط بتبروز كده بالذهب والالماس، اخلق للمراهق بين ابنك او بنتك في بيتك قضيه يتبناها ويوم عليه هيعاند فيها. حلو جدا العناد ده مطلوب، ما فيش ده بالعكس، ده احنا بنحط الاهداف في عنده فيها عشان ينجحوا فيها، ده شيء طيب. ايه بقى الخط الفاصل ما بين ده وده؟ التمرد. ايه اللي ده؟ ان هو يتحول للايذاء ورفض اي سلطه. طيب انا كاب وكام اتعامل معاهم ازاي؟ الشخصيه المؤذيه ديت والشخصيه اللي غير رافضه وغير سام راضي سامع الكلام واي حاجه بيعمل عليها مشاكل واي حاجه رافض فيها وكمان بيأذي سواء نفسه او الاخرين. اول حاجه زي ما قلت نعرف خصائص المرحله، ان دي من طبيعه المرحله ان هو يرفض، ان هو يقول لا، ان هو عاوز يثبت ذاته، تقدير لذاته وتقدير لاحتياجاته. طيب عندي مسموحات ثلاثه، حتى انا مسميها مثلثات، مثلث داخل مثلث، مثلثات او ثلاثيه التعامل مع المراهق. انا عشان كل مره بشرح لكم على ورق وبقعد اكتب فبقى ايه الورق ما بيبقاش واضح، احنا صورها لكم النهارده وجبتها لكم كده علشان نشرحها. بصوا عندي ممنوعات اساسيه ما ينفعش ان انا اتعامل بيها مع المراهق، ورباعيه يعني ثلاثيه ممنوعه ورباعيه للتعامل. بصوا ده من الممنوعات، من الممنوعات. لو انا عندي سبوره هرسم لكم مثلث جوه مثلث وبعدين افتح لكم الخط اللي طالع بقى بالسهم اللي هو تقدم. ده لما بنيجي نشرح مثلا دوره الايه الموهوبين للاطفال، لان لازم يطلع بره البوتقه دي ما نحبسوش. النقد واللوم، مش عارفه الشاشه جايباه ولا لا، النقد واللوم ممنوع. طول ما بنقد ابني المراهق او بنتي، انت بتعمل، انت بتساوي، انت مع اصحابك، انت كده ولوم، وشفت بقى لو كنت كده شفت بقى، وتفضل الوم عليه اكسره وحاسس ان هو مخنوق وعايز يطلع بره، مش بره سلطه الاب ده، لو في بره سلطه الكره الارضيه كلها. النقد واللوم ممنوعين. الاوامر افعل اعمل 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 تعملش تعملش تعمل غلط. المراهق زي ما قلنا قبل كده واحفظوا الكلام ده، دي مسلمات ودي فتره عشان تعدي بامان وسلاسه. يعني إيه إيه على فكره مش معنى كده ان كل اللي بيمر بالسن ده 11 14 14 18 18 21 مراهقه مبكره، مراهقه متوسطه، مراهقه متاخره، وفي مراهقه بعد ال 40 هنحكي عليها في الازواج بعد كده. لكن الثلاث انواع دولت ما ينفعش فيهم كلمه اور افعل ولا تفعل. عنوان اللي هو الكلمه السحريه لفك شفرة المراهق، ايه رايك في كذا ولا كذا، اوبشنات بدائل، إيه عايز ده ولا ده، طب انت عايز ده، طب ده انا معترضه بس على شكل، مش على رايي، لان طبعا رايك يعتبر، لكن انا بس معترضه على شكل البنطلون الواقع ده مثلا ولا القطعه اللي جايه من على الركبه دي. مش يا دكتوره لو سمحتي بس دي النقطه يصير فيها احيانا خلل، هل الاريحيه والمرونه في التعامل مع المراهق في كل شيء يعني ممتازة. لدرجه حتى انا همسك دلوقتي شكرا لك، الله يكرمك، سؤال ممتاز جدا. بصوا المراهق او اي او حتى مراحل التربيه، انا من اصحاب مدرسه التربيه الايمانيه، ده رقم واحد. كل امر قاله النبي عليه الصلاه والسلام له مردود تربوي، ده شيء ما عنديش جدال فيه، وان شاء الله باذن الله ينزل كتاب، اللهم فك اسر الكتاب ده وقت هينزل قريب، ده رقم واحد. وايد نظريات التربيه الايجابيه، لكن مش كل حاجات التربيه الايجابيه انا بوافق عليها. ليه؟ اصل يعني بصي النعم اللي على طول دي مش صح، تشكل رعونه وتمرد حتى على توالي الدين. الامر في حوار، في حوار، بس في امور مسلم بيها، فيها حاجه اسمها حزم، بعيده عن القسوه بعيده عن الدلال، حزم. النقطه دي امي لا جدال فيها انها هتتخلى عنها. صلي 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 صلي، الله واحد احد، فرض الله، قيمه الله، هو ده. امي لا يمكن تتنازل عن القيم في حاجه زي كده، هي ده ثابت عندها. فموضوع الحوار في الامور العقديه تقول لك لا انت ما تناقشنيش، انت رايح تاخد برمجه وراح تاخد روبوت وراح تاخد مش عارفه ايه جيم لنفسك والرياضه ده اساسي، لكن ممكن تناقشني في موضوع تناقشيها في تناقشني في موضوع ولا السباحه، لكن تناقشني في فرضيه الصلاه وفرضيه الحجاب، يعني انت غير قابله انك انت تناقشيها. الحوار والتربيه غلط، في امور
احنا انتم اعلى بامور دنياكم اه، بس في ثوابت للدين. فانا مع الحزم وليس القسوه او التدليل. طيب نرجع تاني الممنوعات. تاني حاجه من الممنوعات الاوامر، ما تدلوش اوامر لكن اديله اوبشنات، وخصوصا في المراقبه. معنى كده ان في اه في حوار ولازم اخاطب عقله. ليه تاني؟ ليه؟ لان من خصائص المرحله، بصوا، اثبات الذات لنفسه وللاخرين، تقدير الذات اللي يشوفه في عيون الاخرين، هو بيحتاج كده. فانا ما ينفعش افرض عليه يطلع بره سلطتك وبره سلطه الكون كله، غلط. فانا بدي اوبشنات، ودي الام الناصحه والاب الناصح والمربي الناصح، انا رايك تعمل كذا ولا كذا، يبقى انا بدي المخ. لا طب ما انا خيرتك وانا فرضت عليك، ما انا خيرتك كذا او كذا. يبقى دي رقم 2. رقم 3 ممنوع، دي من الممنوعات مع المراهقة على فكرة، ممنوع احفظوا الورقة دي او صوروها او عيدوا الحلقة، الجزئية دي تتقطع وتتقص عيدوها تاني. ممنوع ان انا احط فوكس كده، عارفين النظارة الميكروسكوب كده اللي حطيتها على تصرفاتك، المراقبة الدايم، المراقبة دي تعمله انا تحت الميكروسكوب اعمل كذا، بيقولوا يا ترى هيقولوا ايه، ويعمل حساب للاخرين ويعمل حساب للناس ورأيهم وكذا، ويسيب يبقى كل تفكيره انا هعمل ايه، اصلهم هيقولوا علي ايه. دي ممنوعات، بصوا هنقطعها، ما تستخدموهاش. شوف انا عملت ايه في دماغك، حطيت خلية اسمها تقطيع الممنوع، ما تستخدموهاش، لا نقد ولا لوم ولا اوامر ولا مراقبه انا تحت العدسه الميكروسكوب. طب ايه المسموحات؟ الرباعيه التحفه دي، شايفين الرباعيه الجميله دي؟ اول حاجه الرعايه، في فرق ما بين الرعايه وما بين التربيه. بيقول لك التربيه اشمل، وقالوا الرعايه اشمل. يا عم جمع ما بين الاثنين. الرعايه انا برعاك، بصوا احتياجات فسيولوجيه اللي هي رقم 1، هي اخر المثلث لو تفتكروا، مثلث مسلو، كلها مثلثات عندي، مثلث الاحتياجات بتاع التربيه وبتاع الاولاد في التربيه. اول حاجه خالص الحاجه للتعامل والشرف، والحاجه للامن ومش عارفه، اول حاجه لتقدير الذات، هو دي اول حاجه. رعايه شامله الاثنين، الرعايه الجسديه والبدنيه والرعايه القلبيه والرعايه العقليه، دوت اللي احنا بنزوده، ده الفرق يبقى بينك وبين تربيه الاخرين. انا بعمل رعايه قلبيه، بربط قلبه بالله سبحانه وتعالى، بربط قلبه بالمعاني الايمانيه والتربويه، وبعمل رعايه عقليه ورعايه دماغيه له علشان يبقى ايه، علشان يبقى معايا. ده رقم 1. عندي ايه كمان؟ اهتمام. برعاك بس احسسه بالاهتمام. بصوا الام لما بتيجي بترعي بعمل وبحط وبقول وبخلي بالي من قلبه وبخلي بالي من عقله، اما الاهتمام مالك، انا شايفاك متغير النهارده، انا شايفاك عندك جزء، مالك ده اهتمام. اهتمام انا مقدره جدا وحاسه باللي انت حسيته في الموقف اللي انت حكيته مع صاحبك ده ومع صاحبتك دي، بس انا يعني ايه، طب تحب اساعدك بايه، ممكن اشارك معاك ايه، ممكن يطلعنا من حاجه، طب ممكن نحل الامر. اهتمام خلاف الرعايه والتربيه. والحب، اظهر الحب عشان خاطري يا كل اب ويا كل ام، اظهروا حبكم لاولادكم، خلي ابنك وخلي بنتك هم شايفين حبكم له، حاسين بالحب ده، شايفين الحب ده، يبقى الحب ده من الاساسيات، ده من القاعده بتاعت المثلث. اخر حاجه الصداقه. يعني ايه الصداقه؟ بصوا قبل ما امشي من الحب، في 5 انواع للحب وخمس اشكال للحب، حب الكلمه، حب اللمسه، حب التعاطف، حب الهدايا، دي لغه من لغات الحب، حب الكلمات. فيجي واحد يقول لك انا ده ابويا وامي بيحبوا، يا ابني ده ابوك عامل نفسه عشانك وامك ما اعرفش عامله ايه، يقول لك لا، ما قول له هم مش عايزين او سببوا، انا بعمل كذا عشان بحبك، انا عملت كذا عشان بحبك، انا عملت كذا عشان. طب الصداقه، نرجع بقى لنهجنا الجميل، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لعبه 7، علمه وأدبه 7، وصاحبه 7. 7 الأولانيين أديني بلعبه فيهم وبعمل، وبعدين بعلمه فيهم، ومن بعد كده بعمل ايه؟ نبقى 14 خلاص بصاحب. ما عملوش كأنه كده، هو جسم راجل وهي جسمها جسم أنثى، وده قدام، لكن لسه عقل طفولة، هم بيسرعوا نفسهم. لو فتحنا مخ المراقل هتلاقيه مزارع جوه، ده جوه ده كذا، وأعمل ايه وأقول ايه، ما بين يا عيني لسه الخبره اللي هو لسه ما اكتسبهاش، ولسه الحياه الطفوليه اللي كان عايشها، وما بين الجزء اللي هو مازال دلوقتي بيحاول، انا عاوز اثبت رايي، انا عايز اقول انا موجود، انا كذا، انا ليا مكان، انا ليا كينونه، انا ليه، انا انسان، حسوا بيا، كل الكلام ده صراعات، احنا نساعده على كده. من ضمن الوصايا الجميله واختم بيها موضوع وصايا الاباء لمرحله خصوصا المتمرد، اللي هي الجزئيه اللي خاصه علم، خلي ابنك يعلمك حاجه. ايه ده، هو ايه اللي جاي مش عارفه على ذاكره التخزين ده، ده انا ماناش فاهمه، ممكن تعمل كنت بعرفه اعملي لي ايه، طب خدي لا موضوع الانستا ده بصراحه، وبعدين طلع لي تيك توك كمان، وبعدين ايه اللي على السناب ده بقى، يعني ده يطلع بشنبه كده ولا ايه الوضع؟
خلوهم يقولوا لكم اي حاجه، يبقى في رابطه. ده الجزء. كل حاجه استاذه منى من الاربع حاجات اللي قلناهم دولت لها بتاع اربع شهور خمس شهور لبناء، يعني بناء الثقه والحب. ده انا موجوده علشانك، احفظوا الكلام ده بالله عليكم عشان الكلام ده مهم جدا. انا موجوده علشانك، ده اخر مرحله يا رب. اربعه، اولها انا بحبك حب غير مشروط، انت ابني مهما عملت ومهما كذا السلوك انا برفضه لكن انا بحبك. رقم اتنين، ما في حد في الكون يحبك اكتر من امك وابوك، واحنا اكتر ناس عايزين مصلحتك. رقم ثلاثة، لو لفيت الدنيا كلها ما هتلاقي حد عايز مصلحته قد مصلحتك قد ابوك. برسخ، هي كلها نفس المعاني بس بجمل مختلفه وترسيخات. رابع حاجه، انا موجوده علشانك. كل مره من المرات دي بتاخد شهر وخروجه، انا معاك. اهتمام، حب، رعايه، صداقه. اهتمام، حب، رعايه، صداقه. اقول بقى احفظوا الاربعه دول، يتبروزوا، اعملوهم كده اهو، حتى وبطبعوهم من على الكمبيوتر وحطوهم تتبروز كده وتتحط قدام عين الاب وعين الام في كل مكان. اهتمام، حب، رعايه، صداقه. الاربعه دول اقدر اعدي بيهم مرحله امان من مرحله المراهقه لحد مرحله امنه. وما تعديش على فكره، وزي ما قلنا مش معنى الكلام اللي بنقوله ان كل الاولاد اللي في السن دي بيمروا بالكلام ده بيسمعوش الكلام، ما بيسمعوش الكلام، متمردين، مش لا ابدا ابدا. ده لو تبنى قضيه وعرفت اتعامل معاه بحب واهتمام، ما عملش فوكس عليه، اسمعه، لغه حوار، بدائل مطروحه، الاربع اساسيات دولت، انا هعدي فتره امان. في اطفال كويسين وفي مراهقه جاي، في اطفال ومراهقين ولا حسينا بيهم في الفتره دي تمام، لكن علشان نبقى حريصين على ده في خضم الوضع الدنيا والسوشيال، تحديات جديده، لا تحديات ده حاجه والله لسه، وفتن لسه حكيها لك واحنا جايين في الطريق يعني فتن رهيبه، وافكار لما بتيجي تسمعيها ايه ده، ده عندهم حق في جزء عقلي في الموضوع، دليل ان هو. لكن في الاول وفي الاخر احنا حريصين ان الامر يبقى بصيغه دينيه اسلاميه ترضي الله سبحانه وتعالى، عقليه تناسب النفسيه عشان ما يتصدش لا من اب من ام ولا من اي سلطه ثانيه. جزاك الله خيرا دكتورة. ما زال عندنا مزيد من الأسئلة لكن جاء وقت ان احنا ندخله معنا الجمهور، فياريت جمهورنا الكريم تجاوبوا عن هذا السؤال خلال البث المباشر الذي يعرض الآن على صفحة برنامج في رحابي على الفيسبوك. السؤال يقول: هل ترى المراهق المتمرد سيئا في ذاته أم أنه فقط بحاجة إلى توجيه سليم؟ كذلك يمكنكم المشاركة في موضوع الحلقة والأسئلة والاستفسار للاتصال عبر الأرقام التالية بالنسبة للفايبر 0494-466-5080 0494-466-5081، أما الهاتف الثابت 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. دكتورة ليتما ناخذ اتصالات نجيب عن السؤال الذي ورد على بريد صفحة برنامج في رحابي على الفيسبوك. سائلة تسأل تقول: عمري 26 سنة، متزوجة من 4 سنوات وليس لدي أبناء، زوجي شخصية نرجسية ولا يعترف بالخطأ أبدا، تهجم علي بالضرب لمرات عديدة، وصل الأمر إلى أن حرقني بالمكواة لأني لم أجلب له غرضا من ملابسه، وبسبب تطاوله علي بدأت أنا أيضا أتطاول عليه، وهو الآن يريد الطلاق، أود أن تنصحيني بالأفضل. يعني مشكلة مركبة تركيب غير عادي. ضربك وحرقك، إيه اللي مقعدك؟ أنا من الناس اللي بترفض تماما موضوع أي حوار في ضرب هيقابل بالضرب. احنا لسه ترند طالع في مصر ولسه عامله لكم لايف قبل الحلقه بسبب القصه دي. هو مد ايده فهي مدت، راح الاحترام والتقدير ما بين الزوج والزوجه، توقعوا اي شيء. وقت الغضب قدامها بقى كوبايه، قدامه كوبايه، وده مش طريقه لا بني ولا حيوانات بتعمل كده على فكره. فده مش طريقه بني ادمين، احنا عندنا لسان عشان نتكلم وربنا جعل لنا حوار. طيب اختلفنا في امر، لا هو مصدق ولا انت مصدقه، ولا هو عايز ولا انت، خلاص وكل واحد مقتنع برايه، هاتوا حكم ارتضيه انت الزوجه اللي ترتضيه. وده نهج النبي عليه قال لها جيب سيد عمر، قالت له لا هات ابو بكر، خلاص مش عايزه، لا خلاص اجيب ابو بكر، قالت له ووافقت. فموافقه الزوجه على الحكم ده شيء اساسي. ليه؟ ويبقى حد راجل حكيم يدخل ما بينكم يحل الدنيا، مستشار مؤتمن صدوق. خلاف كده لا، اطلع بقى انا لامور اهل بيتي غلط، اطلع انا كذا. طب انضربتي واتحرقتي بالمكوى قعدتي ليه؟ عشان خاطر العيال، اصل اهلي مش عارفه كذا، اهلي مشكله، فوبيا الطلاق، فوبيا كذا. قبل ما باخد القرار بيتقعد قعده رجاله، جلسه عرفيه، بيتقعد جلسه عرفيه. مش عايزه اقول لكم مدى يعني صعوبه الجلسه العرفيه،
ومدى بتبقى اول نص ساعه. عشان كده بخلي الناس اللي يا جماعه زمان كان في حكمه كده في الرجاله اللي جايه، مش عارفه ايه اللي حصل. الجلسه العرفيه اول نص ساعه بتبقى خناق، معلش لازم عندنا طوله بال، لازم الناس اللي داخله لا انت كذا وكل يطلع وسيب البتاع، طلع وساب القعده مسكوا في بعض وده مش عارفه مطلع ايه وهيطخ ايه باشا، ما ده غلط. طيب الجلسه العرفيه بنقعد نتحكم فيه يا جماعه الصح كذا بما يرضي الله، الضرب ده لا ربنا اقر ولا الدين اقر ولا ديانه ولا اي حد اقر موضوع ضرب النساء، خلاص انا موضوع الضرب حرق كمان يعني ما جابش حرق يعني ده لا يعذب بالنار الا صاحب النار، حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام، ما ينفعش ما ينفعش. طيب اتفقنا على عدم الضرب، اتفقنا على كذا، الراجل اقر على كذا، الناس شاهده، اقروا الفاتحه امين، تمام. لقيتي لا ومع اول امر مد ايده كذا انا ما انصحش بالكمال، وخصوصا ان ما فيش اولاد. ليه؟ لان يا بنتي هيفضل كده وهيفضل يع وهيفضل يضرب وهيفضل طالما ما التزمش لا بكلام الرجاله ولا بقعده ان حياته تنتهي وبيته يتهد والكلام ده ما فيش. النبي عليه السلام لما جه الصحابيه سالته قال لها ده بخيل وده معلق صوته، يعني واحد درب للنساء والتاني بخيل، لا البخيل ولا بلسان طويل ولا ايد طويله ابدا، لا إزاء لفظي ولا إزاء جسدي. ليه؟ بيأدي بقى تسكت 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 وبعدين في الآخر أدي ال 22 كيس والترندات اللي طلع، لا وده لا شكل زواج ولا شكل زيجة ولا شكل حياة ولا أسرة. ما احنا ليه بنستغرب إيه اللي حصل في البيوت؟ خطاب، بص اللي حصل في البيوت في الفترة دي منى كالآتي: خطاب نسوية بدرجة من الندية عالي جدا مع خطاب ذكوري يضاهي ده وكأن الاثنين في حرب مين اللي يكسب ده، والخزبان فيهم خسران، يا إما تكاسل وتواكل من الراجل عن دوره الأساسي كراجل فتشيل المرأة الدنيا وليلة تقولك أنا بروح أنا بجيب وأنا بعمل وأنا بسوي ولا ولا ولا، فبقت ما بقتش ست، بقت يقولك أنا كذا فيعمل علاقات فتبقى خنت. ما أنت اللي فرطت الأول في دورك، لا تفرق في دورك كراجل والقوامة ليك وإنت صاحب التصرف، هتلاقيها تستجيب لك بالسمع والطاعة، مفيش كده خلاص. لكن نموت بعض ونبهدل بعض ده كلام فاضي. وبرده كثر التغذية الخطابات النسوية، اعملي وسويه كوباية شاي اللي تعملها له كوباية ميل الجبال ولا وحقك والندم، لا مش دي مش حياة، في سمع وطاعة، الرجل يستحق السمع والطاعة ذو عقل وبصير. لكن بيضرب ويحرق بالمكوى ده كلام يا بنتي، أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك الحال، اللهم امين امين يا رب. ناخذ اتصال ام عبد الرحمن من اسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وبارك عليكم العيد عليكي دكتوره منى وعلى الدكتوره هاله، وانا جيت سعيده للاتصال بكم. انا جزاكم الله خيرا. والله تمنينا لو كنت عرفت الدكتوره قبل 14 سنه، لكن قدر الله وما شاء فعل. أنا مغربية مقيمة في إسبانيا، عندي ولدين 14 سنة و9 سنوات. مشكلتي مع ابني ذو 14 سنة، طيب جدا، قلب حنون رائع جدا، لكن كسول لدرجة لا أدري، كسول لدرجة فظيعة جدا، لا يحب فعل أي شيء. عندي ذكي جدا بشهادة جميع أساتذته من الدور من القسم الأول إلى الآن. المشكلة أنه لا يريد دراسة، تعرض للتنمر في صغره، ما كان يحكي لي شيء إطلاقا، عرفت الموضوع من أصدقائي، فعلت ما يجب فعله، ولكن نوع التنمر إيه يا أم عبد الرحمن؟ نوع التنمر إيه اللي تعدد؟ من الأصدقاء، من الأصدقاء نوعه إيه؟ يعني على جسمه، على طريقته، على ضعفه، كلامه، على إيه؟ نعم، على ضعفه، على أصله، نحن أصلنا من المغرب، هم يعني كان تنمر على أننا أن الأب جاء بطريقة غير شرعية للبلاد، رغم أننا أوراقنا شرعية ونحن نتمتع بالجنسية. لكن أشياء تقال في المجتمع والأطفال صغار، و يعني فعلت ما يجب فعله، لكن الابن الآن مجرد أن أذكر له الدراسة يبدأ في البكاء وهستيريا ولا أريد وماذا نفعل بالدراسة، والناس تتعامل بالماركات وتتعامل بجسدك وتتعامل يعني نظرة مادية جدا، فماذا ستفعلنا الدراسة بعد، وما يعني رفض تام للمدرسة العام هذا رتب، وأيضا النظافة، الصلاة، يعني الصلاة يعني لا أريد أن أحكي لك، لا يريد الصلاة إطلاقا، صلي صلي كما تقولين دكتورة دائما ولكن لا جدوى.
يعني لو ألم أقف على رأسه كنت صلي أقول له يعني أتحدث معه بالليل يا ابني صلي 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 يقوم يصلي بس يعني أخرج أنا للعمل ولا صلاة لا نعم. يعني هذا يعني هذا الأمر يعني يؤثر فيه جيد جدا جدا. والده موجود لا أدري الأب موجود لكن دوره ضعيف ضعيف ضعيف. أنا تحدثت معك مسبقا في مكالمة أخرى دكتورة وقلت لك أن الأب يعني كل شيء عليه حتى قراراته يعني أخرج أبي أخرج مع الأصدقاء فأقول لأمك فأنا يعني كان بيناتنا شجار البارح على هذا الموضوع قلنا لا تقول للأبناء قول لأمك قول أنت أنت قرر يخرج أو لا يخرج يعني لا يستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات إطلاقا ارجع لأمك وأنا كنت مريضة جدا وأقول ارجع لأمك يا أخي اتخذ أنت القرار يعني لما تريد أن يخرج فلا يخرج نعم. يعني واضح سؤالك إن شاء الله أم عبد الرحمن جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج إن شاء الله شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله معنا أمة الله من مصر السلام عليكم دكتورة أمة الله تفضلي أنت على الهواء تسمعك الدكتورة كيف حالك يا دكتورة الحمد لله كل سنة طيبين وحضرتك بخير انا دلوقتي في تانية ثانوي تجاري فكنت في ثالثه اعدادي ما جبتش مجموع الثانوي العام لان ما كنتش لسه سمعت حضرتك وعرفت طريقه المذاكره الصح وازاي استغل المذاكره بطريقه كويسه نعم فدخلت تجاره فحضرتك عارفه في مصر وطريقه التنمر حتى من اقرب الناس ليا يعني انا مثلا والدتي بتقول لي تجاره انت يعني مش نافعه وحاسه في نظره والدي كده لما باجي ابص له مثلا يوم ما النتيجه بتطلع الحمد لله انا تفوقت في التجاره بس بحس في نظره ابي ان هو مش عايز يعني كان شايفني في مكان احسن من كده فمش عارفه بصراحه اتعامل مع الموضوع ده خالص نعم وكمان انا نفسي البس النقاب جدا بصراحه بس خايفه من يعني خايفه في اماكن يعني اماكن كتير قوي زي كافيهات او كده مش بيخلوا المنتقبات تدخل وغير كده انا حاساها هياثر في التعليم شويه اللي هو مثلا انا نفسي اكمل في حاجات تانية انا بحبها بس حاسه ان النقاب ممكن بس نفسي البسه يعني في توتر جامد قوي وبصراحه مش عارفه اختار نعم وبرده مش عارفه اختار عندنا شعبتي الإدارة والتأمينات في التجارة بصراحة مش عارفة اختار ما بينهم يعني الاثنين مش حلوين يعني الاثنين في الآخر هيودوني المكان أنا مش عايزاه وفي نفس الوقت مش عايزة عيد تالت عدادي علشان برضو مش هخلص من الكلام وكده فلو حضرتك تنصحيني بجد شكرا لحضرتك جدا شكرا لك أمة الله تجيبك الدكتورة إن شاء الله شكرا لاتصالك دكتورة نريد أن نجيب عن سؤال في البث المباشر من أول الحلقة وصل وأظن وصل حتى الحلقات الماضية وما لحق الإجابة عنه بي سمايل تقول السلام عليكم دكتورة أرجو الرد ضروري لو بنت معجبة بشخص زميلها وحصل كلام ما بينهم والكلام بقى فيه شيء من الحب وكانوا بيتكلموا شات على الإنترنت والكلام اتطور بقى بيتكلموا في الموبايل مع أنها لما عرض عليها الأول يكلمها في الموبايل صوت رفضت بشدة وهو زعل وقال لها مش هطلب منك الطلب ده ثاني وبعد فترة طلب منها تكلمه في الموبايل وافقت وهي كانت حاطة حدود العلاقة يعني ضربت مثال المهم في الأخير اكتشفت أن اللي بتعمل غلط وقفرت مع الكلام واستغفرت ربنا على عملاتها وندمت وتابت السؤال لو هذا الشخص تقدم لها رسمي توافق ولا تعمل إيه وهل أنها تعرف أهلها بالماضي اللي حصل أن الشخص ده كان بيكلمها وكذا لنا خايفة لو حصل نصيب يفكرها بالماضي ويقولها أنت ما كنتش كويسة وكذا أرجو الرد ضروري يا دكتورة لأن في حيرة وخايفة من أهلها لو عرفوا طيب أولا هو غلط يعني غلط أن احنا نتكلم شات وتقول أنت تعملي علاقة مع واحد أي بأي نية صهيجي يتجوزنا يجي يخطبني لا أنت كده بترخصي نفسك أو بترخصي نفسك واحد عايز يتقدم واحد عايز يعمل وأنا قلت لكم القصة دي قبل كده عملت له بلوك 8 مرات لحد ما لقاها عملت كومنت عندي فعرف ان هي يا خالته كذا مش عارفه كل البنات بيقولوا يا خالته انا ام الناس كلها هو انت هي دي خالتك هي دكتوره هلا خالته بقى داخل كلمته لا بس هي انا اعرفها يعني قال لي طب انا عايز ايه طب والله هات بقى رقمك والرجاله يخشوا في الموضوع واترفض مرتين ثلاثه وجاي من المحافظه وبتاع اللي عايز واستخار وربنا وراه من حاجه في قلبه للامر تمام طيب ده الجزء الاولاني طب اللي بيتكلموا يقبل الله الا انه يضع شؤم معصيه الشات في كره بعد كده وبيحبوا بعض جدا وواحد يكلمه يقول لي انا مش عارف ايه اللي حصل انا صديت عنها مره واحده وهي تقول لي انا والله كنت بحبه جدا ويعني انا ما بصدق بس ان انا مش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه
لكن في الاول وفي الاخر ايه اللي حصل؟ انتهت القصه بخلاص، انتهت القصه وما ما بيحبوش بعض. فمعصيه الامر في الشات والعلاقه والكلام ده فتره وهتكرهوا بعض، ده شيء جد. الا اذا تبتوا الى الله واتقوا ربنا في الامر. طيب دخل البيت، وده بقى سؤال، دخل البيت وتقدم، اقول لاهلي ما تفضحيش ربنا سترك في امر، ليه افضح الامر؟ يعني الله عز وجل سترك في معصيه، يا بنات افهموا الجزئيه دي، ربنا سترني في المعصيه ليه افضح الدنيا؟ ده جزء. طيب الجزء الثاني، اوافق بيه ولا ما فيش؟ لو في شيء في قلبك واستخرتي وقلبك مرتاح، لنرى للمتحبين مثل النكاح. يا اهالي يا اباء يا امهات يا بنات، طيب اني حب بقى اللي بقى بطلع وبشيت وبقابل وبفتح كام وكل البرامج مع الدنيا وزوجتك انا دلوقتي، مش عايزه اقول لكم زوجتك نفسي، يعني هاتي يا عم اتنين شهود من على الكلاب هاوس، يلا اتنين من على الكلاب، والله حصل اتنين من على الكلاب، ويلا انا شاهد على البتاع، زوجتك زوجتي كده مراتي، مصيبه مصيبه والله. لكن انا في قلب شيء لفلان وكذا واتقيت ربنا سبحانه وتعالى ولا كلمت ولا عملت، او ان كان خيرا يا رب ياتي به، وكان غير ذلك فليبعد ربنا، خلاص توكلنا على الله توكلنا على الله. يجي ويتقدم اتوافق عليه، لو استخرت ولقيتي قلبك مرتاح تمام، بس بشرط اقطعوا الشات واقطعوا الكلام واقطعوا المحرمات ديت خالص خالص لحد ما يخش بيت يا بنتي، ويبقى بعد كده الشات في وقت الخطوبه في جروب جماعي مع اهلك، وبعد كده عقده وربنا يتولاكوا بقى، ويبقى ونيجي نزرغط ونقول الف نهار مبروك وما شاء الله والفرح والحاجات الحلوه دي. بارك الله فيك الله دكتوره. ناخذ اتصال نهاد من الاسكندريه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا نهاد. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ ممكن اتكلم دكتور هلا؟ نعم تسمعك الدكتوره تفضلي. كل سلام تحبتك طيبه. انت طيبه حبيبتي ربنا يبارك فيكي. انا كنت عايزه اتكلم معاكي، انا دلوقتي كنت مخطوبه لشاب تمام. نعم. بس قبل ما اتخطب له انا كنت على علاقه بشاب تاني، بس كان خطيبه برضو، بس عصيت ربنا كتير قوي تمام. وجيت لما خطبت الشخص ده كان كويس لدرجه يعني اللي هو كان كويس معايا، صليت شكر لربنا وحمدته كتير قوي، بس ما قدرتش ان انا ابطل العلاقه اللي انا كنت فيها، ف يعني حطيته في نفس العلاقه اللي انا كنت فيها قبل كده، وجاه وفرح. لا استني استني يا نهاد، انت دلوقتي مخطوبه لسين، فرجعت للعلاقه مع صاد الاولاني؟ لا مع نفس الشخص الثاني. اللي هو سين، ايه العلاقه يعني؟ ما انت مخطوبه له. تقصدي علاقه ايه مثلا؟ شات وكلام وحاجات مش كويسه يعني ولا ايه؟ ايوه. وهو خب بس ده كان كله غصب عني، يعني مش بارادتي، كان غصب عني. كنت مفكره الحاجه ديت يعني هتقرب اكتر وكده، بس جاء في الاخر حصلت مشكله، وان انا يعني حبيته جامد لدرجه قلت ان ربنا عوض عليا، وحبيته جامد قوي اللي انا مش قادره استغنى عنه، ومتابعه كل حاجه في حياته، ونسيت كل الماضي بتاعي وبقيت متابعه لكده، وخلاص فرحي ما كانش عليه غير شهر وسيبنا بعض، اهنته. فيعني بقول ممكن يكون ربنا عمل كده بحيث ان انا عصيته كتير، فحب مثلا حاجه قريبه مني قوي، حب ياخدها مني، رغم ان انا الحمد لله تبت الى الله، وبقيت بصلي وبصلي كام الليل، وبقيت باخد دورات في القران. نعم. بعد ما سبته، بس انا نفسي يرجع لي تاني، مش عارفه اعمل ايه. نعم واضح سؤالك، شكرا لك يا نهاد. معنا أمة الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أمة الله. ازيك يا دكتورة هاي بخير. أهلا وسهلا. وكل عام وأنتم بخير، عيد مبارك عليكم. يا رب علينا وعليكم وعلى الأمة كلها. تقبل الله منا ومنكم خير حلقة. تفضلي بسؤالك أمة الله. نعم. أنا عندي بنتي عندها يعني بدت 4 سنين الشهر اللي فات. نعم. هي كانت كويسة جدا، بس فجأة كده يعني بقيت ما بتسمع كلامها، يعني اتكلم معاها واحاورها واتكلم كذا مرة ولا كأنها بقولها مثلا ما تلعبيش بمية الماسورة، بتقول لي حاضر وبتيجي تلعب كأنها ما اتكلمتش. بجيب
بحاولها كمان مرة واثنين ونفس الشيء، لدرجة اني بجد اتعصب جدا عليها. نفس الشيء عندها، هي احيانا بتاكل في اوراق، فانا بجي اقول لها انه الاوراق بتعمل كذا، وهي عارفة بيحصل لها ايه يعني لما تاكل اوراق، ومع ذلك لما ما اكون شايفاها بتاكل الاوراق وبتعمل نفس الشيء. يعني نهائي ما بتسمعي الكلام، مش عارفة السبب شنو بالضبط، واي حاجة بتقول لي لا، يعني ليه كل حاجة ليه ليه ليه، عندها لازم تكرر الكلمة 1000 مرة، وهي عارفة انها تقولي ومع ذلك بتكررها. نعم، واضح سؤالك، بجيبك الدكتور ان شاء الله. وكمان عندي سؤال تاني. نعم تفضلي. انا وزوجي عندنا يعني مفيش، هي يعني كذا مرة. صوتك غير واضح، يا ريت تعاودي بداية السؤال يا أمة، يا أمة الله. نعم صوتك كان غير واضح، عاودي السؤال لو سمحتي. تمام. أنا وزوجي علاقتنا بعيدة شوية، يعني كذا مرة بحاول أقعد وأتحاور معه على إنه نحاول نطور من علاقتنا، بس هو بيقول إنه هي حياته كده ما فيش فيها يعني حب ورومانسيات وكده، هو ما عندوش. نعم. حاليا هو مسافر عنده أسبوعين، فأنا مش فارق معايا أصلا إنه سافر ولا لا، للدرجة يعني وصلت لدرجة إنه حتى لو ما اتصل مش بتصل عليه، ولا فارق إنه أصلا كان موجود ولا لا، فأنا مش عارفة أعمل إيه. تمام، تجيبك الدكتورة يا أمة الله، شكرا لاتصالك. تمام. دكتورة نجيب عن سؤال أم عبد الرحمن من أسبانيا، هي من أصل مغربيين مقيمين في أسبانيا، عندها ابنها 14 سنة. ظاهر المشكلة إنه كسول جدا لا يريد شيء، ما وراء المشكلة إنه تعرض للتنمر في الطفولة وتنمر شديد ولم يخبر أهله، يعني كان يخفي هذا الأمر. نتائج إنه الآن لا يريد الدراسة، لا يريد الصلاة، لا يريد النظافة، لا يريد أي شيء فيه أي تعب. طيب خلينا نتكلم وندي نصيحة. وحاجة أخرى، إن الوالد غائب تماما دوره. نصيحة لي اللي كويس ان انت فكرتينا بيها مع عبد الرحمن، مرحلة المراهقة بتتسم بنوع من الكسل، بس الكسل اللي طول الوقت ده او نايمة او همدان. عادة التغيرات اللي بتحصل في النمو بتهلك الجسم، بيبقوا عايزين يناموا بال 12 ساعة ومش شبعوش نوم ومش عارفين يصحوا ومش قادرين والكلام. بس عليكي دور، عليكي اولا ان انا بعمل الاختبار بكل 6 شهور بتاع اللي هو اختبار بتاع الجسد كله، ليه تحليل وصوره الدم كامله كلها. الاول اشوف الفيتامينات في الجسم وخصوصا فيتامين د. فيتامين د وضعه ايه؟ لو فيتامين د ناقص هو حاله الكسل الشديده دي، هو في من خصائص المرحله النوم، يعني ان هم بيناموا وان هم كتير، لكن المبالغ فيهم مش قادر اعمل حاجه ورافض يعمل حاجه ومش عايز وكل الكلام ده، لا اعمل فيتامين د واشوف تحليله قد ايه واخد النقاط، يا اما الجرعه اللي هي الاسبوعيه يا اما الجرعه اليوميه، المهم يواظب عليها. لا هتبقي شفت اللي انقلب بحال فيتامين د من حال لحال، بقى نشط صاحي فايق وهكذا. دي نقطه الكسل. نقطه التنمر اللي اتعرض ليها من الصغر وما بيقول، طبعا بيبقى فيها دعم. دعم اولا حصيله لغويه، حصيله في كيفيه الرد، الرد الهجومي والرد المسكت والرد اللي هو مش فاكره اسمه، بس هو اللي فيما معناه كده بالمصري اللي ايه، اللي يلزمك حدك، يعني ما بغلطش بس يلزمك حدك، مش الانتقام، الدفاعي. الثلاثه دولت لازم يتعلم الكلمات باللغه، طالما هو دلوقتي معاكم جنسيه معاكم لغه، لازم يتعلم ايه اللي يقوله، ويتعلم انه يعيد الموقف، انه فلان قال كذا وانت قمت رديت عليه قلت كذا، فتبقى في خليه في المخ اسمها محاكاه للموقف، فلما يجي الموقف يعرف يعمله تاني. حتى لو شافه في الشارع، حتى لو شافه، دي من الاساليب العلاج الناجحه جدا، ان هو يجابه الموقف ويقول الحاجه اللي هو كان عاجز يقول عليها ايام ما كان ايه ضعيف ومش عارف يرد او هكذا. ده جزء. تاني حاجه، موضوع الصلاه والمذاكره والكلام ده، انا مش عايزاك تيأسي، واحفظوا بقى، احفظوا الكلام ده. التربيه ايه؟ تكرار واستمراريه. التربيه ايه؟ تكرار واستمراريه، تكرار واستمراريه، تكرار واستمراريه. فاضل نص ساعه الحلقه تخلص، تكرار واستمرار لحد الحلقه ما تخلص. ليه؟ علشان انا هي كده، هي ثمار التربيه، اقول ويعمل، اقول ويغلط، اقول ويعمل، هي دي التربيه. والصبر عليها. انت ما تظنيش ان هو ما بيسمعش، لا، ماما بقى خلاص بطلي، بدات بقى الموشع، خلاص انا قايمه، مش مهم. وانا مره في مره لو هعمل رساله تسجيل، لو هعمل مكالمه وانا في الشغل، لو هعمل كذا، المهم
ان انا الحاجات الثابته اللي فيها حزم اللي لا يمكن، اللي هي حاجات خاصه بالعقيده، الصلاه، القران، الصوم، الحاجات دي، الالفاظ، الكلام، المذاكره، واجباتك، دي حاجات فيها حزم ما ينفعش فيها بقى الحوار وكده، ما فيش الكلام ده، ويمشي بنظام الامتيازات. وارجعوا لحلقات التربيه 400 حلقه تقريبا موجودين على اليوتيوب، ارجعوا لها وتابعوا معنا بقيه الحلقات، احنا لسه في اول نوع بس من انواع المراهقه يعني، تابعوا بقيه الحلقات الجايه ان شاء الله ربنا يفيدك بيها باذن الله. امين. دكتوره مزل عندنا 7 دقائق وثلاث اسئله والله. طب بسرعه. امه الله من مصر، هي ثانيه ثانوي وجابت معدل ضعيف يعني، ودخلت تجاره والجميع محتقر هذا التخصص يعني، فهي كيف تواجه هذا الامر؟ وسؤالها الثاني عايزه تلبس نقاب بس خايفه من المعوقات. طيب اولا خلينا اجاوبك على سؤالك الاولاني، موضوع تجاره والكل باصص لك، سيبك من الكلام، تفوقي في المجال اللي انت فيه وهاتي مجموع 75% جيد، او هاتي جيد جدا 80، وقدمي في، يا اما قدمي في كليه تجاره يا معهد عالي، ده شيء طيب، وبعد كده تخصصي. او اعرف بنات خدوا تجاره وتخصصوا في علوم القران، دلوقتي هي ماسكه ما شاء الله اللهم بارك مسؤوله مقرأة كامله بتاع، هي اللي بتدرس لمعلمات القرآن، وهي اللي بتعطي الإجازات، وعلاها الله عز وجل في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة نشوف الكلام ده بالقرآن. يا تتجه الاتجاه ده، تتجه الاتجاه، عايزة الاتجاه الأكاديمي اللي خاص بالدراسة، أدي تخش كلية وممكن تحضري. وأعرف ناس كثيرة جدا جدا كده كانوا تجارة 3 سنين وتجارة 5 سنين وجابوا مجموع ودخلوا كليات، وبعدين برضو رجعوا للقرآن. ما يعني سلامة فر يعني، بنت من غير قرآن وعلم القرآن وتفسيره والفقه واصول الفقه وفقه المقاصد، ده انا عايزين نتكلم عن فقه المقاصد بجد التحفه دي ان شاء الله. وروح الشريعه في فقه المقاصد، حاجات بصي حاجه كده جميله جدا. يا تتخذي ده يا تتخذي ده، اما الناس يقولوا ما يقولوا، ما تخليش كلامه مستلبي عليك يوقفك محلك، ما يقولوا يقولوا يعملوا اللي يعملوا، المهم انت عارفه هدفك صح ولا الكلام ده. الانتقاص يا بنتي ده حاجه نقص في دينك، لا بتصلي تمام، بتصومي صالحه وكويسه تمام، خلاف كده يبقى هي قدرات والله سبحانه وتعالى يكبر، وده الخير ليك. موضوع النقاب انا رايي فيه انه النقاب محتاج منك درجه معينه قلبك، وما بيجيش بقى انا جايه وتردد، لا 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 لا، النقاب بيبقى محتاج قلب كده يعني، جه وقت اهو لا يمكن مش طالعه غير كده، مش حقطتي وشي على غد هو كده، تعملوا تعملوه ماليش دعوه، فبيبقى يعني بصي مشاعر طاغيه على القلب علشان لما يتلبس ما يتخلعش، له سمت وله التزام وله طريقه. مش اختي شفتي النقاب وعامله، شفتي ده ماشيه ومش عارفه بتقول ده بتقدر لا 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 لا, لا. يبقى سمت القلب، ادي اللباس الخارجي، لباس الزينه اهوت، ولباس اللي مش الزينه انا اقصد لباس الحجاب، ولباس التقوى ذلك خير، ان انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشه، ولباس التقوى ذلك خير، لباس القلب اللي بقول لك عليه. فلازم الاول احساس اني لا يمكن اتزحزح لو خدت القرار، وحاجه في القلب جميله جدا جدا الله سبحانه وتعالى يمنها على كل بنات الامه، خلاص هو انتهين طبعا، حاجه كلنا مرنا فيها هذا، الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالخير اللهم امين امين يا رب. والنقطه الثانيه ان انا اعمل بما يتناسب هذا اللبس، اقنع اهلي بقى وبتاع، انا اهم اقنع الاهل سهل، اقعدي تعملي لهم كل حاجه هم عايزينها، وبص بقى واحضن وامك تسمعي الكلام عشان توافق، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، لكن قبل كده خطوه القلب، ادعو سبحانه وتعالى يبصرك بالخير اللهم امين. وانا سعيده يا امه الله ان انت ثانيه سنه وبتتفرجي علينا، شكرا لك. نهاد بالاسكندريه كانت مخطوبه، نعم، وقبل ما تنخطب لخطيبها هذا كانت ايضا مخطوبه وتكلم شاب، المهم خطيبها الاخير كانت متعلقه به وتكلمت معه وحصلوا معاصي واثام، وقبل العرس بشويه انفصل. الآن الحمد لله ثابت إلى الله وتبتت وهكذا، لكن هي مازال قلبها مايل لهذا الشاب. نعم. طيب خلينا نقول إن تاني الموضوع جزئية بس خاصة بالعقيدة، أنت قلتيها أنا غير موافقة عليها، إن ربنا بيعاقبني، لا ربنا مش بيعاقب حد، وحال الرب إن أصلك عملتي كده فأنا هعمل لي كده، لا لا لا، يعني ربنا كبير عن هذا، مش كده نسوان يعني، يعني ده مش أيوه يعني ده مش كده يعني، استغفر الله. استغفر الله سبحانه، ولكن دي حاجة اسمها ربنا قايلنا علينا وقالها علينا وقايلنا خدوا بالكم من شؤم المعصية، كان دايما سيدنا عمر يقول لك أنا المعصية في حد ذاتها معصية، مشكلة في شؤمها. ودايما بنقول إن علاقات المحرمة والأسام في العلاقات والحب والاختلاط والكلام الغلط ده لازم يجي وقت اللي وكانت تبقى لذة الحب ولذة الشات ولذة الكلام، هيجي وقت بشؤم المعصية تكره الشخص، بتبقاش عايز تشوفه أصلا، بتبقاش عايز تسمع صوته ولا تشوف رقم ولا تشوف الأكاونت بتاعه، ده من شؤم المعصية، ودي والله ساعات بتبقى رحمة من ربنا. طب انت ما زلت بتحبيه وكده، شوفي حد يتدخل لو سبب الخلاف ممكن يتدارك، خصوصا كانت دخلتكم بعد شهر،
لو حد يتدارك الامر وادعي ربنا سبحانه وتعالى بالتوبه المخلصه، ان كان خير لك ادعي كده، لان ساعات ما بنبقاش عارفين، يا رب ان كان فلان ده خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فقدره لي ويسره لي، ان كان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني واصرفها، ادعو الله سبحانه وتعالى يبصرها بالخير، اللهم امين. امين يا رب. السؤال الاخير لامه الله، سؤالها الاول: بنتها 4 سنين لا تسمع الكلام وتنفذ عكس كلام امها. طيب وهي تعصب عليها. طب بالله عليكم احنا لسه قايلين اهو يا جماعه عشان خاطري، يا 4 سنين دي ايه اللي ما بتسمع؟ ما تقولي لها بتنسى، تقول تاني بتعمل، عارفه ما عارفه، قولي لها بتنسى تاني وتالت ورابع، 20 سنه قدام بتكبش الميه كوبها، بتكسريش هكسرها، هتقطعي من الورق، ما انت عارفه ان ده كذا، بس في اسلوب بقى، مش انت كذا، ماما زعلانه، ماما زعلانه، مره تاني ده اسلوب، ماما زعلانه دي تعالي بقى بصي ماما، والاب يعمل فيلم وتمثيله والدنيا كلها، تعالي نصالح ماما، خلاص يا ماما احنا مش هنعمل كده تاني، فساعه ما تبقى ماما زعلانه هي لا خلاص انا همشي. امر تاني، بادي لانجوج بتاعتك مختلف، ايه ده قلنا كده غلط، وقف كده وارجع بص في عينيها، ما اقولهاش وانا واقفه، اقول لها وانا بمستوى النظر عندها، الاي كونتاكت، ونفعل اداه الاي كونتاكت. احنا عايزين ناخد الادوات دي تاني، 60 اداه ربنا يعيننا بقى. فادوات التربيه مهمه جدا، بعد ما بعمل كده اقول، مش احنا اقول لها طب انت تختاري بقى، ها طب ماما تزعل ولا ماما تسحب اللعبه، اختاري. طب هي ذات نفسها، ودي اسمها طاوله المفاوضات. نرجع للحاجات دي تاني، لكن ادعو الله سبحانه وتعالى ان يدينا بس يلهمنا الوقت والعمر، واحنا نقول لكم على الامور دي تاني، لكن استمري وكرري تاني، استمري واصبري وكرري. سؤالها الثاني: هي وزوجها علاقتها فيها تباعد، يعني ما فيش العاطفه القويه، لدرجه انه لما سافر اسبوعين هي لم تشعر بفرق. دي غلط. ماذا تفعل؟ ده غلط، ده الطلاق الصامت والبعد الصامت ده غلط. الصح عبري عن احتياجاتك، زوجي انا مش حاسه ان في بينا كذا وانا محتاجه، ترجع تاني تقولي كلام حب ونرجع تاني بينا، معرفش والله ايه، انت الراجل اخترع، وانت كمان حاولي اكسري حاجز ده، ايه الوضع، ليه مش عندكم كلام يومي على المستقبل في حياتنا يا ستي، بلاش انت وهو، انت البيت هنعمل ايه، كلام في المستقبل بيزود العلاقه وبيعمل فيها ترابط، ليه انا موجوده في حياتك، انا كزوجه اسمي انت شايفني قدام في المستقبل، دي من الحاجات اللي بتقرب، ليه ما فيش حوار اسبوعي عن الحاجات الخاصه اللي ما بين الزوج والزوجه، تمدح فيا وانا امدح فيك، شكلي وجسدي وطريقتي ومعاملتي وانت نفس الكلام، دول حاجتين اساسيين، ليه ما فيش خروجه شهريه حتى لو روتين في الاول بتبقى كده، لكن الله عز وجل برحمته بيقول والله العظيم بيحط فيها نوع من انواع البركه، ان حتى تاتي بثمره من 200 ثمره، وهنقول بعد كده ان شاء الله حتى في حلقات للازواج فايده الخروجه بتعمل ايه في نفسيه الست ونفسيه الراجل ومع الاولاد، لها حاجات كثيره جدا تعددتهم بتاع حوالي 35 فايده. فالحاجات دي اساسيه، وقولي احتياجاتك، دي نصيحتي ليك، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. امين. دكتوره الحمد لله ربي وفقنا وانتهت الاسئله، شكرا لك وجزاك الله عنا خير، ان شاء الله نكمل سلسله المراهقه وانواعها والمعوقات والتحديات اللي فيها، كونوا معنا ان شاء الله الحلقات القادمه، نلقاكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رحام الطور والايمان يسري على درب الهدايه والنقاء، رحام الطور والايمان يسري على درب الهداية والنقاء، رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفا.